اهلا بيكي واهلا ببوابه اخبار اليوم اللي هي شريك اعلامي لمهرجان الاقصر في دورته رقم 10، وهي في الحقيقه موجوده معانا من الدوره الاولى، ولكن في الدوره العاشرة عندها وضع مختلف واقوى. الحمد لله الموافقه على عوده المهرجانات كانت من خلال مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه ومدى الاحتياج ليه في ظل ظروف كورونا، مع وجود اجراءات احترازية كافية من افتتاح واختام في أماكن مفتوحة. عروض الضيوف واللجان التحكيم هتبقى في مكان لوحديهم، الجمهور هيبقى في مكان أوبن إير نادي التجديف عشان نبقى برضو قادرين نحافظ على جمهورنا وعلى ضيوفنا في الدورة العاشرة اللي بتحمل اسم 10 سنوات من الخيال. الدورة العاشرة طبعا انك تقفل عقد من الزمن هو واحد من الأحلام ومن المجهودات الكبيرة لعدد ضخم جدا من اللي صنعوا المهرجان، سواء أنا أو عز الحسيني أو أستاذ فاروق عبد الخالق أو أجيال من السينمائيين المصريين بدأوا معانا وساعدونا واستمروا معانا، وسواء لجان مشاهدة أو لجان تحكيم أو داعمين أو حضور أو كذا، كل نجوم مصر في الحقيقة وقفوا جنب هذا المهرجان، وعشان كده اتولد بمستوى جيد وبحميمية شديدة مع الوسط السينمائي في مصر وفي بقية الدول الأفريقية الشقيقة. عندنا أكتر من شيء مميز، منها فقرة اسمها 10 على 10، سواء تكريمات احتفالات، جايبين لاعبين كرة حملوا رقم 10، في عدد من الأفلام مهم جدا موجود، بعضها كان مرشح للأوسكار، يعني في مسابقة الرواق الطويل فيلم الافتتاح هذه ليست جنازة، ده فيلم كان ترتيبه جيد جدا في مسابقة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي. احنا عندنا 8 أفلام في الرواق الطويل، عندنا 8 أفلام في التسجيلي الطويل، وفي 14 فيلم في القصير الروائي، وفي 7 أفلام في الدياسبورا، 5 أفلام بانوراما السينما المصرية 2020، 3 أفلام للكرة، كرة القدم، السينما اللي احتفت بكرة القدم، فيلمين لدستوفيسكي، في السينما السودانية ليها 3 أفلام من تاريخها، وفيلمين في واحد في مسابقة القصير روائي، وواحد في القسم الرسمي خارج المسابقة، ويعني أفلام مميزة. نتمنى انه الجمهور في الاقصر والضيوف ولجان التحكيم والصحافه والاعلام يستمتعوا، وتبقى دوره حقيقه انا كنت بقول ان دي تبقى دوره احتفاليه، دوره كرنفاليه، كل يوم هيبقى عندنا احتفال كبير بعد نهايه العروض. حقيقه احنا بيبقى عندنا عدد كبير جدا من الضيوف المهمين، يعني من افريقيا عندنا سليمان سيسي، وعندنا شيخ عمر سيسيكو، عدد كبير جدا منهم موجود، رضا الباهي من تونس، جيميلوي موجود من هايتي وبيشتغل جوه افريقيا، عدد يعني اقدر اقول انه احنا حتى حاطين على كل فعالية، على رأس كل فعالية احد كبار النجوم جوه القارة الافريقية. من مصر في محمود حميدة، وفي هند صبري، وفي سمير صبري، وفي محي اسماعيل، دول مكرمين، ونجوم اصحاب افلام، عدد برضو كبير جدا من نجوم اصحاب الافلام هيكونوا موجودين، ان شاء الله تبقى دوره موفقه. التكريمات السنه دي هند صبري وجان مارتينو من الكاميرون، وده اسم كبير جدا في عالم صناعه الفيلم التسجيلي، يمكن هو اهم واحد في افريقيا، وهند صبري وسمير صبري ومحي اسماعيل، دول الفنانين المكرمين. في 10 اسماء بنكرمها هنعلن عنها، اللي هم ساهموا في صمود المهرجان وتطويره واستمراريته. الدورة العاشرة هي دورة مديحة يسري بسبب مئويتها، ومهداة الى روح محمود المليجي ونور الدين الصايل من المغرب، واعتقد في اسمين تانيين. احنا حاولنا نوسع، ناخد مكان كبير، نادي التجديف ده في الاقصر ده نادي كبير جدا على النيل، فهنقدر ناخد جمهور معقول في حدود الاجراءات الاحترازيه. اما قاعات العروض فالقاعه بتشيل حوالي 400، هنحط فيها 120 فقط عشان يبقى في تباعد حقيقي. الافتتاح هيكون في معبد الكرنك، بنرجع لمعبد الكرنك، بقالنا فتره ما اشتغلناش فيه، كنا بنشتغل في معبد الاقصر،
وان شاء الله في اغنيه معموله للمهرجان هتبقى مميزه جدا. رولا مطربه من دار الاوبرا, مطربه هايله يعني, هتبقى مفاجاه الحفل ان شاء الله. الختام هيبقى في نادي التجديف, وعاده احنا الختام بتاعنا بيبقى تكريمات وجوائز ان شاء الله.